السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاملين مزيانين وعلى خير. حلقه جديده اولا فيديو جديد فين غادي نهضروا على واحد الطائر اللي كيسمع اصوات النار اولا جهنم. الا بغيتوا تعرفوا لي ديتاي خليكم معايا وما تنساوش خليو لايك وسبسكرايب للقناه الا عجبتكم اولا لا عجبكم المحتوى. طارق هو واحد الولد اللي لاح واحد الفيديو كيقول ان الام ديالي مشات لواحد زياره المقابر، وفاش رجعت قالت لي راني ملي وصلت للمقبره الطائر ولا كيتصرف بواحد الشكل في شكل على اللي مالف كيتصرف فيه. هنا طارق قرر انه غادي يمشي هو والام ديالو والعصفور مره اخرى للمقبره ويصور كاع داكشي اللي صرا. طارق فاش كانوا غاديين في الطريق كان صور العصفور او الطائر اللي كيتصرف بواحد الشكل عادي جدا، ولكن اون فوا وصلوا للمقبره وصوروا كيبان على العصفور انهم بحال اللي متوتر كيشوف في كاع الجوايه وبحال اللي خايف من شي حاجه، اولا التصرف ديالو تبدل 360 درجه على التصرف اللي كان هو في اللوطو. I'm scoping out the scene. Oh, saw the way he looked up and down? Yeah. Look, look, his eyes are... Exactly. Her behavior just changed. Now she's not... Now she ain't so funny anymore. She's looking all around. I'm getting creeped out right now. Oh, good. She's looking down. She looks weird. Watch out for the grave. What happened? Tripping. She's not acting cool anymore. Yeah, she was having fun earlier. Now she's uncomfortable. Yeah. How tight is her grip on your hand? She's very uncomfortable. Does she have a tight grip? Yeah, she is looking down. Screams. That's crazy. She's looking down. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Allahu Akbar. Is that what you hear? Oh, she's getting scared. Over here. She's tripping. Alright, we're leaving and she is ready to leave. Go ahead. Look at her. She wants to go in the car, dude. She's gone, bro. She outie. She is outie. Take me now home. She's happy. Take me home. She's baby. Yeah, you wanna leave. هاد الفيديو اللي عاد دابا شفتوه صار الجدل او لدى الفتنة في الوسط الاجنبي وحتى العربي. داكشي علاش قرر واحد الولد عربي يدير نفس التجربه ياخذ الطائر ديالو ويمشيو للمقبره ويشوفوا واش غادي يصرا نفس الشيء او لا باش يعرفوا واش داكشي مفتعل او لا فريمون الطائر كان كيتصرف هذاك الشيء كان كيتصرف هكاك من تلقاء نفسه. فإذا شايفين ميزو حاليا فرحان وده يلعب بشعري مثل لما تاخذ طفل لمدينة الألعاب ومتحمس ويريد يشوف ايش راح يصير ويريد ينهزم ويريد يخون ويريد كل شيء، تمام؟ بس لما راح نروح للمقبرة شلون تصرفاته راح تصير أو شلون راح تختلف عن هذا التصرف الطبيعي مالته حاليا؟ وأنا أقدر أعرفه لأن هذا ببغائي الحبيب، وأنا أصلا عندي خبرة كلش كبيرة بالحيوانات، أقدر أعرف يعني تصرفاتهم وأقدر أعرف ايش يريدون من خلال حركاتهم. يا كان دائما دي يحاول ينهزم هسه خلص والله امسكيني الكاميرا بدي اول شيء اربطه منيح شوف شوفوا مصدوم اقسم بالله مصدوم ورب الكعبه مصدوم والله ما توقعت هذا الشيء ابدا شوفوا لما رأبت هيك قرب واقف صار صنم حاليا صنم شوفوا شوفوا هاي قدامكم والله اكو لا بسم الله
حركته صارت بطيئة، خايف حالياً دا يحاول يحتمي بي أو يقترب مني، دا يطلع صوت مال خوف أو مال منزعج هيجي. والله والله العظيم هسه بعدنا هاي ما نزلنا، هذا كله وإحنا ما نزلنا. أخلي السيارة مفتوحة طبعاً. أوكي حالياً هو مرتاح، حالياً هو مرتاح وطبيعي، ماكو شيء مخيف بالنسبة له. أتصور هاي هنا أنا مدفونين، ما يصير تقدرين تمشين هنا. ها ميزو أوكي، حالياً الوضع طبيعي ويا ميزو، لما كان بالسيارة كان خايف أكثر حالياً طبيعي ماكو شيء. تعال تعال، أكثر شيء أكو غربان هنا، هذا الشيء غريب همينه، إنه سبحان الله ليش الغربان دائماً بالمقابر يجون ويحبون المقابر؟ أكو فتشي الظاهر أصلاً انذكر بالقرآن إنه اللي علم أبناء آدم قابيل وهابيل إنه يدفن، ده يطلع أصوات غريبة، اللي علمهم الدفن هو غراب، سبحان الله الغراب بالقرآن إلى علاقة بالقبور. طبعاً الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام نهانا عن زيارة القبور خاصة للنساء، ولكن مع ذلك قال لنا إنه زوروها حتى تتذكرون الآخرة. ما أعرف أنا أحس وسامع إنه إذا يعني وأتخيل والله أعلم، ممكن نعيد التجربة نروح مقبرة مال اليهود، كتبوا لي بالتعليقات، سامع إنه مقابر اليهود يعني والله أعلم إنه يعني يتعذبون عذاب مو طبيعي. ما أنا ما أعرف، أنا ما أهتم كلش لهاي الأمور صراحة، ولكن هذا اللي أعرفه وأكو أحاديث وهيجي، فممكن نجرب همين المرة الجاية بمقابر مال المسلمين، مقابر مال اليهود، يعني عادي هي الحياة تجارب. سألت أبوي، اتصلت عليه قلت له إحنا حنأخذ ميزة وحنروح على مقابر وهيجي، قال لي ليش لا تأخذه والضوجة وتخليه يكون ما مرتاح ومنزعج. ما أدري يعني، هو يعني متأكد إنه حقا إنه الحيوانات تسمع. ما أدري والله، هاي سيارة مزعجة حاليا أكو هنا جاية تفتر، فأتصور هاي كانت تجربتنا. خلينا نرجع للبيت، أشرف لنا نأخذ ميزة ويانا. ميزو لا حياة لما تنادي، لا علاقة بالغياكسون اللي دارها الطائر الأول، ما دار حتى شي غياكسون زعما باينة في الفيديو، وحتى مولاه اللي هو عمر زعما استنتج هادشي وقال بلي بيتيت نبدلو المقابر أو لا نمشيو المقبرة ديال المسلمين أو لا مقابر أخرى ونشوفو نوليو نشوفو غياكسون ديال ميزو. ومن طول لاحظ أن كاين بزاف ديال الغربان في المقابر، ولاحظ أنهم كيتجمعو، وأنا شنو لاحظت في الفيديو ان ميزو ما كانش باينش عليه واحد الطائر او لا واحد الطائر اللي كان اليز 100%، باغ كونتر كانت باينه عليه بلي هو شويه خايف. حاجه باينه حيت ديما هما كيشوفوا حوايج اللي ما قدوش حنا الانس نشوفوهم، كيسمعوا حوايج حنا ما قدوش نسمعوهم. هذه هي تجربه ديال الشخص العربي، اما الشخص طارق داك الاجنبي اللي هو مسلم كانت تجربه ديالو غير، لدرجة أنه بقى كيقلد هادوك الأصوات. ما عارف شنو هما الرأي ديالكم في هاد الشي، ولكن أنا كنقول يمكن بوسيبل ما ديش تكون شي حاجة ما قدوش نكذبوها 100%، و أمامتون كيبقى واحد الشك على أننا نصدقوها 100%. شكرا بزاف حيت كملتوا الفيديو وحيت وصلتوا لدابا. إلا عجبكم محتوى الفيديو أو لا هاد لو كونتوني ما تنسوش خليوا لايك وسبسكرايب، وشوفكم مرة أخرى فيديو جديد.